أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن أعمال الشاسيهات الحديد في المباني وكيفية تنفيذها والأخطاء الشائعة أثناء التنفيذ. جالنا مشروع تطوير الفناء الرئيسي للريسبشن لأحد المدارس الدولية، وده الوضع الراهن بتاع المدرسة. طبعا معمول ضغطات التكييف متقفل عليها بجبسون بورد، ولما ابتدينا نغير عملنا مقترح إن هي تكون شبك معدني علشان أقوى، وده التصميم الأولاني. هنكفر الشبك ده، هنعمل طوانة من تحت، ثم هنعمل المراية نفسها أو جسم الشغل نفسه بالحجر، ثم طوانة، ثم شاشة في النص كبيرة جدا، وفي الآخر كله هيبقى أرميد. وعملنا مقترح تاني بألواح الألكوبوند وبالعروق الألمونيا، وده هو اللي نال القبول الحمد لله، وهنبتدي نشتغل. تابعوا الحلقة. في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده معاكم المهندس خالد مصطفى. وزي ما قلنا اشتغلنا على المقترح ده من التصميم. المشكله اللي خلتهم يطوروا ان كان معمول ضغطات تكييف. ضغطات التكييف دي كان متقفل عليها بجبسون بورد، وللاسف كان معمول جبسون بورد نوعه ابيض او اللون ابيض، اللي هو جبسون بورد عادي خالص. وطبعا دي اول مشكله حصلت، ان ما عداش سنه ونص وكل الجبس طرقع. احنا عارفين ان الجبسون بورد اللي بنشتغل بيه جوه البيوت في الريسبشن في اوضه نوم بنعمله جبس عادي، لكن الجبسون بورد اللي بيتعمل في المطبخ او في اي مكان فيه حراره عاليه لازم يكون جبسون بورد لونه احمر. والجبسون بورد اللي بيتعمل اللي بنشتغل بيه في الحمامات او في اي حته فيها رطوبه عاليه او اوت دور يعني خارجي، وطبعا اساسا لا يستحب ان احنا نشتغل بجبسون بورد خارجيا، لكن ان اضطرينا نشتغل بيه يكون جبسون بورد اخضر او ازرق اللي هو ضد الرطوبه. هنا اشتغلوا بالجبسون بورد الابيض، وبالتالي الجبس كله طرقع، ما عادش سنه ونص وطرقع. واحنا دلوقتي هم مضطرين ان هم يوقعوا كل جبس ده ونشتغل تاني. طيب اسند المشروع لينا، وابتدينا نصمم على ان احنا هنشتغل شاسيه حديد، وهنعمل الكفر ده بالشبك المعدني او الشبك الممدد، بحيث ان هو يكون اقوى بكتير، وهيكون عبارة عن محارة مسلحة او محارة معمولة على الشبك المعدني، فالموضوع هيبقى اقوى كتير ويستحمل كتير. طيب دلوقتي احنا هنبتدي نشتغل. لازم الاول نبتدي نوقع كل الجبسون بورد اللي موجود، وكمان الشاسيه الحديد اللي كان ماسكه. طبعا هو ورا الجبسون بورد فيه 2 شاسيه. الشاسيه الاولاني شاسيه ضعيف مكون من حروف L خفيفة جدا، ده اللي شايل الاكسسوار بتاع الجبسون بورد، ده هيتشال. الشاسيه الثاني هو شاسيه محمل عبارة عن بعض العلب وبعض الزاوي المحملة زي ما احنا شايفين، هو اعنى خلاص. الزاوي المحملة دي او العلب الحديد الثانية، الاثنين دول شايلين الضغطات نفسها بتاع التكييف، وده ما نقدرش نلمسهم علشان هم اللي شايلين الضغطات، لو احنا لمسناهم هيحصل مشكلة. طيب ابتدينا نشتغل اهو. الاول حطينا القوائم الرأسية دي تكون مساند لينا ندعم بيها الشغل، وبعد كده هتتشال في الاخر. ابتدينا نشتغل الشاسيه من تحت، نعمل الطبانه الاولانيه. طبعا الفكره ان انت كل الشاسيه ده هيبقى كانتليفر، فماشي في الهواء، يعني مش هيبقى محمل على حاجه، وبالتالي نظام التحميل او التدعيم لازم يكون مدروس كويس قوي. وهنا بنبتدي نعمل البرج او الكتف الكبير اللي هيبقى ماسك يمين وشمال مع ضغط التكييف الرأسي. وطبعا بنزود حديد، بنعمل حديد على زاويه 45 علشان ندعم البرج من تحت. في الاول بس بنشبط كده ببنطتين، لكن بعد كده بنعظم الشغل كله وبنمشي عليه باللحام كله. نطلع بقى فوق ونشوف الدنيا عاملة ايه. كده احنا ركبنا البرج. القوائم دي كل 75 سنتي او كل 80 سنتي حسب التقسيط بتاع الفراغ المتاح يعني. وقفلنا على ضغط التكييف اهو تماما، والناحيه الثانيه نفس الكلام، عملنا الاربع تكتاف او الاربع تبراج. طبعا دايم
البلاط اتبهدل من كتر اللحام بتاعه، وطبعا غطينا الازاز سيدي داج على ميه وغطيناه علشان من اللحام ممكن يبوظ. خلصنا الشاشه اهو، تمام، ادي التصميم وادي العروق او الريبس الالمونيا، وادي القوند اللي هيتعمل يمين وشمال اللي هو الجراي فازرق ده او الجراي كحلي. فخلصنا الشاشه تماما وعضمناها وعملنا الشاسيه بتاعها 100 بمكان الارميد فوق، والناحيه الثانيه نفس الكلام. هتاخدوا بالكم ان احنا معضمين الشغل جامد جدا وماسكينه جامد جدا في الخرسانه وفي الطوب ومحملينه من فوق على الدروه علشان نخف الوزن على الخرسانات او على المسامير الممسوكه في الخرسانات ككانتليفر يعني. وادي الزاويه 45 اللي احنا بنعضم بيها الشغل. طبعا هوالك الحديد كتيره قوي اللي كانت ماسكه الجبسون بورد، بس هنشوف لها صرفه هنعرف تشتغل بيها في اي حته تانية، مش هتخسر يعني. كده احنا فاضل لنا المرايه بقى الرئيسيه اللي هيبقى فيها الربس اللي بالعرض، ومن فوق هيبقى فيه الارميد. الارميد ده برضه هيتعمل بشرايح الومنيوم مدهونه بالالكتروستاتيك. نبص بقى على الناحية التانية برضو مخلصينها اهو تماما، والشاشة دي علشان ما تلقش او ما تلبش من الهواء عضمناها من ورا اكنها تراس خفيف كده، او عملنا فيها بريسنجز خفيفة طبعا باينة هنا جدا اللي هي اللي عاملة زي المثلثات دي، وفي نفس الوقت مريحة على الدروة فواخدة بعض الحمل او نسبة من الحمل ومنزلاها على الطوب فخف الدنيا شوية. من فوق برضو عضمنا الدنيا، الحتة اللي فوق دي مهمة جدا علشان هتبقى في وش الهواء فهيبقى الضغط عليها عالي، فلازم تتعضم وحديدها هيبقى كتير ويبقى مدروس كمان مش حديد وخلاص. واللحام مظبوط والوزنة مظبوطة كله بالميزان وبالخيط وبالعلام. وادي التعضيمه من ورا، وشايفين هنا ان كل الشاشه دي مريحه من التعضيمه من ورا مريحه على الدروه علشان تريح عليها وتخف الوزن شويه، وفي نفس الوقت الطبانه اللي فوق دي معضمينها علشان ما تلبش او ما يحصلش اي صوت طنين او اهتزاز يعني من الهواء، لان برضو الالومنيوم ممكن يلب من الهواء ويعمل صوت، والحديد نفسه نفس الكلام خصوصا في الاشهر اللي بيبقى فيها هواء شديد زي فترة الخريف كلها وفترة الربيع. هنبتدي بقى ننزل من الدروة من فوق داير ما يدور المسطح كله، ونكمل المراية الرئيسية او الشاسيه الرئيسي اللي احنا لسه ما اشتغلناهوش. ونزلنا تحت تاني بعد ما خلصنا المراية الرئيسية، وكده يبقى احنا خلصنا الحمد لله شغلانة. فاضل 4-5 علب او قوائم ناس شغالة ومتشعبطة اهو، احاول اجيب لكم وهم شغالين عشان تشوفوا حتى هم بيبقى طريقة الشغل ازاي. وبكده نكون خلصنا الشاسيه الحمد لله. الشاسيه ده استغرق في التصميم اسبوع، استغرق في التنفيذ 3 اسابيع، وفي الفترة الجاية ان شاء الله هننزل مراحل التنفيذ بتاعة التشطيب النهائي. لسه مش عارفين برضه، في بعض الافكار الجديده اللي بتطلع، ممكن نقفله خشب، ممكن نقفله الومنيوم، ممكن نقفله صاج، ممكن نقفله جبسون بورد ضد الرطوبه، ممكن تطلع في دماغنا ونحط فيه سياخ مشرشره في 10 ونكمله شبك ونرجع للتصميم الاولاني. كل حاجه في ايدينا لسه مش عارفين. واحد يقول انت ازاي هتعمله خشب او صاج، ما هو الصاج هيصدي او الخشب هيفلق او ينفل من الشمس او الرطوبه. لا ان شاء الله ان كان صاج فهو بياخد الخدمه بتاعته، بياخد الوشوش بتاعته كويس قوي، وان كان خشب برضه بياخد الخدمه بتاعته. في الاخر بيدهن دوكو فرن اللي هو دوكو العربيات، فده اجود
انواع الدوكو او من اجود الانواع واقوى الانواع اللي بتتحمل الشمس كامل جدا، لان هو الخامه الرئيسيه بتاعته بتبقى اكريليك. الاكريليك ده زي الاطباق البنور اللي بندخلها في الفرن او الصواني اللي بتقدم عليها الحاجات السخنه جدا، فتستحمل حراره عاليه جدا جدا، وكله هيتدرس وكله ان شاء الله هنحاول نجمعه في فيديو تاني يبقى الجزء التاني من اعمال تطوير او اعمال ديكورات هنا بمبنى تعليمي انترناشونال. طبعا هنا بنعمل الرقب اللي على العمدان لان العمود بارز لبره 7 سم، فبنمشي بالشاسيه نطلع معاه وننزل معاه مع العمود، فطبعا غلبه يعني على ما نقص كل الحديد ده، وبنشتغل في تفاصيل دقيقه جدا لكن تم الحمد لله. مهم جدا ان الحديد ده ياخد وشين برايمر على الاقل، ممكن بالرش، لكن طبعا بالرش هنبهدل الدنيا هنا لان ده حديد رفيع، فللاسف يا اما هتبقى بالفرشه يا اما هتبقى بالروله، فهتاخد وقت كبير، هيطلع عليها يركب الشغلانه دي 3 مقاشين عشان يعملوا الشغلانه الصغيره دي عشان الوقت مش اكتر. وبكده نكون عضمنا الشغلانة جامد. بص فوق على الشمال هتلاقي ان احنا ماسكين بقوائم كده اهو من فوق لتحت بالورد كده او بالوتر عشان نعضم برضو الشغلانة ونزود الحمل، نبعد ونقلل الحمل على الكابول. مش عايزين ننسى شكل التصميم الاساسي، هيبقى شرايح، ممكن الشرايح دي كل الشغل ده يبقى خشب مش هيطلع فيه مشكلة خالص، شرايح بالعرض، كل المارينا الرئيسية او الواجهة الرئيسية كلها شرايح بالعرض. وبعد كده عندي طاقتين تكييف رأسيين فقسمناهم بكتف يمين وكتف شمال، وبعد كده بينهم في ضغطات تكييف عالية ورا خالص، فقلنا عشان نشيلها لازم ان احنا نعمل حاجة لكن او شاشة اللي في النص الكبيرة دي، لكن الشاشة دي طبعا للأسف بالهواء هيبقى عليها ضغط عالي جدا، فخليناها مهوية. يعني مثلا كل ما نحط شريحة 10 سنتي هنخلي فيه 5 سنتي او 3 سنتي فارغ ينفذ الهواء بس منه، وبعد كده شريحة 10 سنتي تاني وهكذا، فخليناها زي ما نقول ريبس او اضلاع او شرايح او ريش ايا كان المسمى. ومن فوق قفلنا الشغل، وفي الاخر من تحت خالص هنحط سبوتات، وفوق عند تحت بطانة القرميد دي برضو هنحط سبوتات. ولحد هنا يكون انتهى الجزء الاول من اعمال تطوير فناء مبنى تعليمي واعمال الديكور ليه. انتظروا الجزء الثاني ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، شكرا لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو، شكرا لكل الناس اللي اشتركت في القناه، اتمنى تعملوا شير للفيديو عندكم في كل حته علشان كل الناس تستفيد. حتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.